السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة مع بعض هنشرح طريقة جديدة لتقفيل الغرز. طبعا انتوا اكيد بتشوفوا تقفيل الغرز في التريكو الجاهز، فالنهاردة هننفذ الطريقة. قبل ما نشرح ونشوف الطريقة، لازم علشان يطلع معايا الشكل ده لازم نركز كويس في الخطوات. يعني انا عايزه اقول لكم مفيش حاجه صعبه، هي بس في حاجه اسمها تركيز، لازم احنا نركز كويس قوي علشان نقدر نطلع الحاجه مظبوط. طيب الطريقه دي هتنفعني في ايه؟ طبعا شغل الرقبه، بليسيه الرقبه، اما باجي بقفل البليسيه دي، الطريقة دي انا هستخدمها في تقفيل الرقبة. كمان لو انا بقفل شغل انا بدأته من فوق لتحت هينفعني في الكمر، الجاكيت او البلوفر، كمان هينفعني في الكم. هنشوف مع بعض الخطوات بالتفصيل، ومرة تانية لازم يبقى فيه تركيز، انا مش عايزة حد يتسرع في الخطوات علشان ما يقولش ان الطريقة صعبة. هنبدأ مع بعض في الطريقة خطوة بخطوة، ونشوف مع بعض بقية الفيديو هيكون ازاي. بسم الله. بعد ما بنشتغل البليسيه غرزة عدل وغرزة مقلوب بالطول اللي احنا عايزينه، وانا هنا عاملاه في شغل دائري علشان تشوفوا ازاي احنا بنقفل الغرز لما يكون الشغل عندي دائري. طيب بعد كده، بعد ما بنوصل بالطول اللي احنا عايزينه، في عندي 3 سطور لازم اعمله. يبقى بعد ما بشتغل عدد من السطور البليسيه، في 3 سطور لازم اعملهم قبل ما اقفل الغرز. هنشوف مع بعض سطر بسطر هيكون ازاي. هنبدأ مع بعض في السطر الاول. ناخد بالنا ان في السطر الاول انا هاجي اشتغل الغرزة العدل بس. طيب الغرزة المقلوب انا هعمل فيها ايه؟ لا، انا دي مش هشتغلها، انا هنقلها والخيط بيكون قدام الشغل. هتتابع كل الغرز بنفس الخطوتين دول. يبقى نبدأ مع بعض في السطر الاول، وناخد بالنا ان احنا هنشتغل بس الغرزة العدل، هنشتغلها غرزة عدل، وبعد كده هنجيب الخيط قدام الشغل، هننقل الغرزة والخيط بيكون قدام الشغل، هننقلها على الإبرة اليمين من غير ما نشتغلها الغرزة دي مقلوب. يبقى الغرزتين دولم هم دولم اللي هكررهم لغاية ما يخلص عندي الشغل. كل الغرز هتبع نفس الطريقة، هشتغل غرزة عدل وبعد كده الغرزة المقلوب هنقلها من غير ما اشتغل. السطر التاني هيكون شغلي فيه عكس الشغل السطر الاول، يعني الغرزة العدل هي اللي هنقلها من غير ما اشتغلها، والغرزة المقلوب هشتغلها. هنبدأ مع بعض في السطر التاني. ناخد بالنا ان اما اجي انقل الغرزة العدل من غير ما اشتغلها لازم يكون الخيط عندي خلف الشغل. يبقى هنبدأ وهننقل الغرزة العدل، بعد كده هجيب الخيط قدام الشغل، هشتغل الغرزة المقلوب، هشتغلها مقلوب. يبقى هم الغرزتين دولم اللي هكررهم لغاية ما يخلص عندي الغرز في السطر التاني. هو احنا ما بنقولش سطر تاني بما ان احنا بنشتغل شغل دائري، فاحنا بنقول الدايرة التانية. يبقى بعد ما اخلص كل الغرز على الإبرة هنقل على نص الغرز التانية، وبرضو اتبع نفس الطريقة. احنا بننقل بس الغرزة العدل وبنشتغل الغرزة المقلوب.
ومعاكو وصلت لآخر سطر أو آخر دايرة، وهي الدايرة التالتة. شغلها بالظبط زي الدايرة الأولى، هنشتغل الغرزة العدل وننقل الغرزة المقلوب، والخيط بيكون قدام الشغل. يبقى شغل الدايرة التالتة أو السطر التالت زي ما انتوا عايزين سموه، هو هو نفس السطر الأول. وبعد ما خلصنا شغل الثلاث سطور او الثلاث دوائر، وصلت معاكم لاخر خطوه. طبعا هي اهم خطوه، وهي خطوه تقفيل الغرز. علشان اقفل الغرز على الابرتين زي ما انتم شايفين اللي هو الشغل الدائري، لازم احتاج ابره اللي هي ابره خياطه تريكو اللي هي من غير سن. وانا طبعا لازم الخيط عندي افصله، طب او اقصه يعني. بس قبل ما اقص الخيط لازم يكون الخيط اللي هستخدمه قد الغرز اللي عندي. طب اعرف ازاي؟ هنلف الخيط حوالين الغرز بالشكل ده 4 مرات. احنا كده بنلف اللفة الاولى، لازم الف حوالين الغرز كلها كده. دي اول لفة، اللفة التانية، اللفة التالتة، اللفة الرابعة. يبقى أنا هلف حوالين الغرز اللي عندي 4 مرات، وهسيب جزء كمان صغير، وبعد كده هقص الخيط علشان هشتغل بالإبرة خياطة التريكو. يبقى أنا كده عرفت الخيط اللي أنا هستخدمه قد إيه. هبدأ معاكم دلوقتي في الطريقة، ناخد بالنا بس كويس. انا قبل ما ابدا الجزء ونشوفه عملي، هنبدا مع بعض ونشرحه نظري كده بخطوات بسيطه. اول حاجه لازم نعرف اني انا هدخل الابره في الغرزه العدل الاولى، وبعد كده هدخل الابره في الغرزه العدل الثالثه كده خلاص. بعد كده هاجي للغرزه المقلوب اللي هي الثانيه، هدخل فيها الإبرة، وبعد كده أدخل الإبرة في الغرزة المقلوب الرابعة. يعني أنا هتعامل مع الغرز العدل لوحديها والغرز المقلوب لوحديها. هبدأ معاكو ونشوف الطريقة. مهم جدا نعرف إحنا هندخل الإبرة إزاي. هندخل إبرة الخياطة في الغرزة العدل بالظبط أكني هشتغلها غرزة عدل. تاني هندخل الإبرة في الغرزة العدل، وبعد كده هوقعها من على إبرة التريكو، وفي نفس الوقت هدخل الإبرة في الغرزة العدل اللي هي التانية بطريقة الشغل المقلوب، وبعد كده هشد الخيط. أنا كده قفلت أول غرزة عدل. هاجي على الغرزة التانية اللي هي موجودة على إبرة التريكو وهي غرزة مقلوب، هدخل إبرة الخياطة في الغرزة بطريقة الشغل المقلوب أكني هشتغلها غرزة مقلوب. تاني هدخل الإبرة في الغرزة، وبعد كده هوقع الغرزة من على الإبرة، وفي نفس الوقت برضو بس هاجي من خلف الشغل، هدخل الإبرة إبرة الخياطة، هدخلها ما بين الغرزة الأولى والغرزة التانية. يبقى هندخلها في الجزء ده، وبعد كده ناخد بالنا بس ان هي دخلت ما بين الغرزتين، هشد الخيط هاجي بعد كده ادخل الابره في الغرزه الثانيه اللي هي المقلوب بطريقه الشغل العدل، بس هشد الخيط من خلف الشغل. يبقى انا كده قفلت الغرزه التانية المقلوب. الخطوات دي او اللي هي الخطوتين اللي احنا عملناهم هم دول اللي هتبعهم في بقية قفل الغرز. يبقى مرة تانية هنشوف احنا بنقفل الغرزة العدل ازاي. هدخل الابرة في الغرزة العدل بطريقة الشغل العدل، وبعد كده هوقعها من على ابرة التريكو، في نفس الوقت هدخلها في الغرزة العدل التانية كأني هشتغلها غرزة مقلوب.
ناخد بالنا وبعد كده هشد الخيط. يبقى انا كده قفلت غرزة عدل جديدة. هنيجي وهنقفل غرزة مقلوب بنفس الطريقة. غرز المقلوب ليها طريقة والغرزة العدل ليها طريقة تانية. هندخل الإبرة في الغرزة المقلوب بطريقة الشغل المقلوب وبعد كده هوقعها من على إبرة التريكو. هاجي من خلف الشغل أدخل الإبرة ما بين الغرزة الأولى والتانية. ممكن على طول أدخل إبرة الخياطة في الغرزة المقلوب التانية بالشكل ده. لازم يكون الغرزة شكلها عندي كده. هشد الإبرة. يبقى أنتوا عندكم طريقتين وعليكم أن أنتوا تختاروا الأنسب ليكم. يبقى أنا كده قفلت غرزة مقلوب جديد. هنتبع نفس الخطوات سواء للغرزة العدل أو الغرزة المقلوب لغاية ما أخلص كل الغرز عندي. وزي ما انتم شايفين ده شكل الغرز اللي احنا قفلناها سواء غرز عدل او غرز مقلوب. لازم يطلع عندي الشكل كده. هنكمل مع بعض لغاية ما نخلص كل الغرز. مهم جدا نركز في طريقة دخول ابرة الخياطة في الغرزة العدل او المقلوب. يبقى زي ما قلتلكوا ان احنا بنتعامل مع الغرز العدل لوحديها والغرز المقلوب لوحديها. يبقى احنا دلوقتي هنقفل غرزة مقلوب جديدة. هدخل بعد كده الابرة فين؟ في الغرزة المقلوب التانية. ناخد بالنا ان احنا مندخلهاش في غرزة عدل. يعني الغرزة المقلوب مع غرزة مقلوب. مهم بس نعرف ان الابرة بتبقى بين الغرزة الاولى والتانية وبعد كده بدخلها بالطريقة ديت في الغرزة المقلوب التانية. انا ماشية معاكم خطوة بخطوة والخطوات بنفذها يعني بالراحة علشان الطريقة تبقى سهلة عندكم. هندخل الإبرة في الغرزة المقلوب بطريقة الشغل المقلوب وبعد كده هنوقعها من على إبرة التريكو. هنيجي من الخلف هدخل إبرة الخياطة ما بين الغرزة الأولى والتانية. بندخلها ما بين الغرزة الأولى والتانية بالشكل ده. لو حابين تاخدوها على طول وتدخلوا الإبرة في الغرزة المقلوب بطريقة الشغل العدل ونخرجها من الخلف، أو الطريقة التانية تدخلوا الإبرة بين الغرزة الأولى والتانية وبعد كده تشدوا الخيط وترجعوا تدخلوا الإبرة
في الغرز المقلوب بطريقة الشغل العدل، بس تشدوا الإبرة من الخلف. يبقى ندخل الإبرة وهنشدها من الخلف. يبقى أنا شرحت لكم إيه الطريقتين، وده بيكون شكل الغرز. هي مرة مع مرة هتلاقوا الطريقة معاكم سهلة، ما تستعجلوش، ويعني شوفوا الفيديو أكتر من مرة علشان الطريقة تبقى سهلة وتنفذوها وتبقوا يعني الخطوات معاكم مفهومة. ومعاكم انا لسه مكملة في طريقة تقفيل الغرز. احنا قربنا نخلص، احنا طبعا بنتبع نفس الطريقة في كل الغرز لغاية ما نخلص كل الغرز اللي على الابرة. مرة تانية الغرز العدل لوحديها والغرز المقلوب لوحديها. يعني انا باخدش غرزة عدل مع غرزة مقلوب، انا باخد غرزة عدل مع غرزة عدل وغرزة مقلوب مع غرزة مقلوب. يبقى احنا بنتبع نفس الطريقة لغاية ما يتبقى عندي غرزتين بس. هنشوف مع بعض، احنا كده وصلنا لاخر غرزتين، غرزة مقلوب وغرزة عدل. طيب انا الغرزة المقلوب هعملها مع اي غرزة؟ انا ما عنديش الغرزة عدل بس، لا انا هاجي اقفل الغرزة المقلوب مع اول غرزة مقلوب انا قفلتها في الغرز، وبرضو هتكون في خلف الشغل بالشكل ده. يبقى ناخد بالنا ان الغرزة الاخيرة المقلوب بنقفلها مع الغرزة الاولى المقلوب برضو، والخيط برضو بيكون والشغل يعني او الابرة بتكون خلف الشغل. طيب انا كده خلصت الغرزة المقلوب، هاجي عند الغرزة العدل وبرضو هنقفلها بنفس الطريقة. هدخل الابرة بالضبط اكني هشتغلها غرزة عدل، وهاجي مع اول غرزة عدل انا قفلتها هاجي اقفلها مع اخر غرزة بالشكل ده من الامام. ومع قفل اخر غرزة يكون عندي كل الغرز كده خلصت. شفنا مع بعض طريقة قفل الغرز العدل ازاي، وكمان الغرز المقلوب شفناها طريقتها كانت ازاي، وده الشكل النهائي للغرز بعد ما قفلناها. لازم بس نعرف ان مهم نعمل الثلاث سطور قبل ما نقفل الغرز. طيب بعد ما خلصنا تقفيل كل الغرز انا عندي الخيط الزيادة. هنشوف مع بعض احنا هندخله ازاي. احنا بندخله من الشغل من جوه بالشكل ده، وبعد كده بنقص الخيط الزيادة. ومعاكم وصلت لنهاية الفيديو. انا بشكر كل من تابعني وشاهد الفيديو حتى النهاية. انا بطلب بس منكم طلب بسيط، ان انتوا ما تستعجلوش في طريقة فهم الفيديو، يعني تشوفوا الفيديو اكتر من مرة وتكملوه حتى النهاية علشان تقدروا تنفذوا الطريقة بكل سهولة. يا رب يكون الفيديو واضح والشرح ينال اعجابكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وكمان تفعلوا الجرس. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.